بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، وافتنا وسائر المسلمين تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم يسر لنا علينا هذه الختمة والختمات التي تليها، واقبل ذلك منا يا رب العالمين. اللهم كما يسرت الزبور على سيدنا داود، ويسرت القرآن بلسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيسر علينا القرآن تلاوة ودراية وعملا وفهما وتبليغا ما دمنا أحياء يا رب العالمين، نحن وذريتنا وأحبابنا والمسلمين، وراثة نبوية محمدية داودية بفضلك وكرمك يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. تبرأنا إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم اخلط القرآن بدمائنا ولحمنا وعظمنا وشعبنا، وجعلنا قرآنيين نسير على الأرض وراثة نبوية لنبيك الذي كان خلقه القرآن، بل كان قرآنا يمشي على الأرض كما وصفه من عاش معه وأدركه وعاشره صلى الله عليه وآله وسلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها ومعاليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومه مشايخه وتلامذته وقراء كتبه وزواره وذريته في الدارين، آمين. الوجه الثالث حول الحديث 42، حديث تخفيف الصلاة، المروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. وتكلمنا في الوجهين الأولين حول معنى التخفيف عند النبي، وهل كان التخفيف هي العادة المستمرة أم التطويل هي العادة المستمرة، والتخفيف كان لطارئ يحدث مع تمام العبادة، وأن التخفيف في المغرب هو السنة المستقرة لأنه وقت إفطار الصائم ووقت انتهاء الناس من أعمالهم، فيسن في المغرب التخفيف، والذي أمر بالتخفيف في المغرب قرأ فيه الأعراف حتى تعلم معنى التخفيف عند النبي، حيث لا يدرك الناس هذا المعنى، فإذا أرادوا أن يخففوا الآن خففوا مع تقصير في الأركان وفي الاطمئنان وفي القراءة وفي التسبيح وفي غير ذلك. يقول في الوجه الثالث: فيه دليل على تحري الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا يقتادون في الكمال بأتم الحالات، وفي الإجزاء لا يأتون به إلا ومع ذلك زيادة خيفت أن ينقصهم من الإجزاء شيء ما، ولا يتحقق الإجزاء في الأقل إلا بالقطع بالزيادة اليسيرة، وما لا يتأتى الواجب إلا به فهو واجب، يعني لما يجوا يأثروا مع زيادة شوية مخافة إن التخفيف بالضبط قد يكون معه خلل، يوم يزود عن التخفيف حاجة بسيطة عشان يدرك التمام. زي إحنا مثلا لما كنا نتعلم كيفية الوضوء، يقول لك يسن في غسل الوجه أن يأخذ جزء من الرأس وأن يغسل الأذنين معه وأسفل اللحية، مع أن الحاجات دي كلها مش من الواجب، يقول له لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنك لا تستطيع أن تحلف أنك استوعبت الوجه إلا إذا أخذت جزء من الرأس أو جزء من الأذن أو أسفل اللحية،
فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن اقتصرت على الواجب بالضبط تكون أقرب للتقصير مخافة ألا تستوعب. عشان كده الصحابة ما يحبوا يخففوا ويقتربوا من النبي بالتخفيف، يعملوا زيادة عن التخفيف شوية عشان يدركوا الكمال والتمام. اللي هو الفقهاء يقول لك ايه، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وان الوسائل تاخذ حكم المقاصد. كل دي قواعد فقهيه استدلوا عليها من خلال عباده النبي، ومن خلال توجيه النبي، ومن خلال الاقتداء بالصحابه الذين اقتدوا بالنبي. فصاغها العلماء في سيره قواعد في تدرس بعد ذلك، لكن هذه القواعد كان وراءها عمل كبير في العبادات وفي السياسة وفي المعاملات وفي تهذيب النفوس وغير ذلك. بس بشرط ما تكونش الزيادة محظورة، يعني ما جيش في الوضوء بقول أنا هغسل عضوي 4 مرات كده هدخل في الإسلام، يبقى تزيد عن الواجب بشرط ألا تكون الزيادة منهى عنها شرط. واضح؟ ألا تكون الزيادة محظورة يعني توقعك في نهي تاني. النبي أمرنا ألا نصرف في الماء، وهو كان يغسل الأعضاء 3، فما تجيش بقى تغسلها أنت 4 و5 و6 يموسوس تقوم تقع في إيه؟ في المحظور وهو الإسراف. واضح؟ ما ينفعش مثلا أقول إيه إن أنا عشان أصلي الظهر 4 ركعات مظبوط أخليهم 5، ما ينفعش، لأن كده هخرج عن. لكن ممكن في التسبيحات بدل ما اخليهم 3 اخليهم 5، بدل ما اخليهم 5 اخليهم 7، يسن انك انت تؤتر بيهم، يعني مش تعملهم 6 هات واحده عشان يبقوا 7، ما تعملهمش 8 هات واحده عشان يبقوا 9، تعملهمش 10 هات واحده عشان يبقوا 11، لان الاطار في حد ذاته سنه في اي شيء. بيقول لك انك تعمل بالزياده دي اليسيره ما لم تكن تلك الزياده محذوره في الشرع، مثل منعنا 4 في الوضوء، او تكون تلك الزياده لم يفعل هو صلى الله عليه وسلم منها شيئا لئلا نخرج بها الى البدع، وقد جاء فيها من الذم ما جاء لقول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس فيه فهو رد، روايه بالمعنى ما ليس منه، وقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وما أشباهه، ومثل ذلك اجتماع الناس للدعاء بعد الصلوات، فهذا وما أشباهه من البدع، من البدع الحديثة دلوقتي اللي الناس تحبها قوي، ان الناس تطول قوي في دعاء القنوت، هذه بدعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم والشرع ينهي عنه. يصلي القيام بتاعه 10 آيات بعد الفتح، وبعدين يجي يقف يقنط ساعة وثلاث أرباع ساعة، هذه يخرج عن الصلاة عن حدها المعتاد، بل نص الشافعية أنها تبطل. إن أطال القنوت أطول من القيام للقراءة بطلت الصلاة، ودي بدعة من الحاجات المنهي عنها، لأن تدور على الإيه؟ على الفرد بالبطلان. أنت رايح تصلي الصبح فمن إلا مبسوط، ونفسك تصلي صلاة صحيحة لعلها تكون مقبولة، تبص للإمام يقرأ الفاتحة وبعدها صورة مثلا من الصور، أي صورة من الصور، وغالبا ما يختار صور قصيرة، ليه؟ لأنه عامل حسابه هيطول في الدعاء، وبعدين يركع ويجي في الركعة الثانية يقرأ وسورة سبح، وبعدين يقول سمع الله لمن حمده، ويقعد يرفع إيده لما الناس تعيط وراه من رفع الإيد. إن الراجل يخلص مفيش فايده، لدرجه الشمس كانت هتطلع ولسه قاعد يدعي، والناس ايه العوام قوي يقول لك يا سلام لو الامام ما طولش بالدعاء، يقول له ليه بس ما طولش بالدعاء، ده فلان بيطول في الدعاء لحد ما يخلينا نعيط ونتشحتل. هو انت جاي تعيط ولا جاي تصلي يا استاذ؟ عايز تعيط روح قشر بصل تعيط زي ما انت عايز براحتك خالص، لكن احنا عايزين صلاه صحيحه، فما ينفعش ان انا اخرج في صلاتي عن حد الكمال اللي هو النبي قاله. ركن الرفع من الركوع ركن قصير، وحد أقصى طول لي ألا يبلغ حد القيام للقراءة، دي أقصى قيام لي، أقصى حد، يعني أنا وقفت للقراءة 1/4 ساعة، يبقى لو حرفع وأدعي في الركوع ما زودتش عن 1/4 ساعة، لا زودت عن 1/4 ساعة بطلت الصلاة. واضح؟
وقفت انا قريت الفتحه وسوره في 5 دقائق، يبقى اقصى مده دعاء ليا في الركوع في الرفع من الركوع داخل الصلاه هي ال5 دقائق او ال10 دقائق اللي انا وقفتهم، دي اقصى حاجه، وتكون عند هذه الاقصى الصلاه صحيحه مع الكرامه، لانك حولت الركن القصير الى ركن طويل، لان الرفع من الركوع تعريفه ايه؟ ركن قصير، والقيام للقراءه ركن طويل، فلا تجعل القصير طويل. او هنا بقى بيزود لكن يخرج عن حد الشرع، فالزياده عن حد الشرع تبقى غير مطلوبه، مش كل زياده مطلوبه، خد بالك، الزياده التي لا تخرج عن الحد المشروع. ضوابط معروفه، طول عمرنا كنا بنصلي من ايام اتولدنا وابائنا حتى، معروف في دعاء القنوت اهدنا في من هديت، يعني هي بتاع 3 دقائق بالكثير قوي، وينزل طول عمرنا كده لحد ما ظهرت بدعه الدعاء الطويل. يقول لك يا سلام، ما شفتش فلان امبارح؟ ده انت فاتك نص عمرك، ده قاعد يدعي 1.5 ساعة، يا سلام، عيطنا وبكينا وعملنا كل حاجه. الله، هو بقى شغل عقد نفسيه، كل واحد عنده عقده نفسيه وبيعيط في الصلاه، جاي عنده مغص فبيعيط، واللي جاي امه ماتت فبيعيط، واللي جاي رفضوه من الشغل النهارده فبيعيط، والتاني بيعيط عشان راكن عربيته صف تاني والوجه هيعدي وهو عايز يخلص ويلحقها، كل واحد بيعيط لاسباب كتيره. بقى ما ينفعش كده، ما بقتش صلاه يا استاذ، دي ما بقتش صلاه. عايز تدعي زي ما انت عايز، ما يجراش حاجه، اختم الصلاه، السلام عليكم ورحمه الله، واقعد ادي وشك للقبله يا عم، ان شاء الله تفضل قاعد كده لحد ما تموت ونكبر عليك 4، مش هقول لك قوم، لانك خلصت الصلاه بقى براحتك. انما تحبس الناس وراك، يا ريت تحبس الناس وراك كمان في حاجه تخلي الصلاه صحيحه، ده انت كمان بتبطلهم صلاتهم وتخرجهم من حد الخشوع. درجة انا مره حضرت صلاه في مسجد عمرو بن العاص في رمضانات، احد الرمضانات، بصيت لقيت الناس من كتر العياط واحد بيقول اه ياما اه ياما، قال ده بطلت صلاته بقى. يعني يرضى الكلام ده؟ دي اسمها صلاه. والتاني هيقول بقى اه يا ركبي، والتاني يقول اه يا ظهري، وحاجات بقى هنخرج عن حد الصلاه، ما ينفعش. واللي يصوت واللي يتشنج واللي يقع ويقوموه ويبخوا كل ده هم بيصلوا، ما ينفعش الطريقه دي، مش هي دي الصلاه اللي عرفناها واللي خدناها عن النبي صلى الله عليه وسلم. دي صلاه كده غريبه يحبها العوام الجهل، لكن لما يعرف احكام الصلاه يقول لك لا، دي ما ينفعش. عشان كده ما تلاقيش عالم عارف احكام الصلاه تعجبه الطريقه دي، يقول لك ايه العالم اللي بيعملوا ده؟ صلاه ايه دي؟ لانه متربي على العلم طول عمره. فدي من ضمن الزيادات الحديثه اللي يجب ان ننوه عنها، ألا تطيل في القنوت سواء في الوتر أو في القنوت في الفجر عن حد القيام، وإلا وقعت في إطالة ركن قصير عن حد يخرج الصلاة عن نظمها المعتاد وبها تبطل. وده حكم يقول لابد أنك أنت تفهمه فهم دقيق وتنفذ، وهذا منصوص عليه في كتب الفقه، لكن منصوص عليه في كتب الفقه وكان معمول عليه على مدى السنين الطويلة لحد ما طلعت حكاية بدعة ايه؟ الإطالة في القنوت دي اللي بقى لها بتاع 10 ولا 15 سنة. قبل 15 سنة ما كناش نعرفها على فكرة حتى في مصر. كان الدعاء عادي، أنت لما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة بالخير وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، فيها كل ده. ده حتى الزيادة في الدعاء بمدة طويلة كده في نوع من التعدي. هو انت لازم يعني تشرح لربك كل حاجه؟ يا رب اشفيني، اصل انا بطني بتوجعني، واشفيني كمان اصل كتفي الشمال احيانا بيوجعني، واشفيني واشفيني كمان احيانا لما بمد شويه ركبتي بتوجعني. ده اسمه كلام، هو انت بتكلم غافل؟ قول اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والدنيا والاخره شمل كل حاجه. ما هو ده دليل الجهل بالله، دليل الجهل بالله، مش جهل بالله بس، والجهل بأحكام الشرائع مش كده بس، والجهل بفقه الصلاة. فدي مشكلة كبيرة، فناخد بالنا. يبقى الزيادة مطلوبة بحد
تحدث الكمال بغير نقص ما لم تدخلك الزيادة إلى حد محظور شرعي. كل دي قيود، كل دي قيود لازم تفهمها عشان امتى ازود وامتى ما ازودش. اتفضل يا دكتور. لو واحد بيطول الدعاء تنوي على طول، احنا بقى الشافعية انا بنوي المفارقة واروح نازل ساجد السجدتين وقاري التشهد واروح واسيبهم بقى اروح شغلي وارجع عليهم لسه واقفين، ما يجراش حاجه. هم احرار بقى جهله مع بعض، يقول لك صلاه الجهله مع بعض يمكن ربنا يجبرها لجهلهم، لكن انت طالما عارف الحكم ما تنفعش تقتني بهؤلاء الناس. انت على طول واخد بالك لحد تفضل تدعي معاهم وتقول امين لحد الحد المعتاد، شوف هو ارى قد ايه، واخد بالك، لحد ما يبقى اقصى حاجه قد اللي اراه، وبعد كده لقيته لسه مش عايز انت على طول الامين وتصلي على النبي وتروح نازل الله اكبر ساجد السجدتين بتوعك وقاري التشهد والسلام عليكم السلام عليكم انك ماشي، وتعرف الامام ده بيصلي فين وما تروحش تصلي وراه لانه ده جاهل، حتى لو كان احلى صييد ده جاهل، لان انا مش رايح ان انا استمتع، انا رايح انا اعبد ربي مش رايح انا اطلب متعه. في فرق ده، بل بالعكس الصوفيه يقول لك اذا استمتعت بعباده فانت على خطر عظيم، لانك بتعبد لنفسك مش لربك. فاهم؟ انا رايح عايز احصل صلاه صحيحه لعل الله يقبلها، مش رايح يقول لك تعالى نروح نستمتع ورا الشيخ فلان. الله، انت رايح تصيف، خد شمسيه بقى والجردل وسندوتشات وعيش حياتك، ما ينفعش كده، احنا رايحين نعبد ربنا. وعشان كده يقول لك وراعيها وهي في الاعمال سائمه وان هي استحلت المرعى فلا تسلم. فدي نقطه مهمه، احذر الصلاه خلف الائمه الجهله، انتشروا كثيرا منهم. عشان تبقى انت امام ما درسوش الازهر الوقت ايه؟ ما نسمعني الازهر ده الكتاب ده مقرر، يقوم يقول لهم ايه؟ احنا هنقرر عليكم يا جماعه من صفحه كذا لصفحه كذا. كويس؟ يعني الكتاب اهو 300 صفحه مثلا، بس انا درست في الازهر وعارف الشغله يعني، واخد بالك؟ يقول له مثلا من صفحه 20 لصفحه 50 ده المقرر. طلبه تقول كتير قوي يا دكتور مش هنقرا. الدكتور طبعا قلبه طيب متواضع وحلو وعايز يبقى سهل عني، يقول لهم خلاص يا جماعه من صفحه 20 انا قلت ال 50 لحد 40. ويبتدي الراجل يشتغل بقى ايه طول الترم يشرح ما تيسر من هذه الصفحات المقتضبة، وبعدين آخر محاضرة بقى يقول لهم على فكرة يا جماعة اهتموا بالموضوع ده واهتموا بالموضوع ده، والعيال وراه بقى إيه بالقلم يشطب 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 في الحتة اللي الشيخ ما قالهاش، وبعدين يحفظ. دول في أزهرية كتير هنا، اللي يخالف اللي لو كنت بقول غلط يقول لأن أنا عشت معاهم أصلا، وبعدين بعد كده ايه يروح يمتحن ويجيب جيد جدا، لان برضو الدكتور اصله مش شراني زي ما قال لهم، المهم يجيب لهم السؤال زي والعيال حافظه تجاوب صح، واخد بالك؟ وبعدين ياخد الشهاده، هذه الشهاده علامه الجهل، الشهاده اللي يحصل بها الوظيفه ولا يحصل بها العلم، دي بيحصل بها الوظيفه بس، امام وخطيب مسجد كذا معاك ايه؟ ليسانس. طب متشكرين متشكرين، ليسانس ايه بقى؟ ولا ليسانس اف. فربنا ينجينا يا سيدي، هي دي دراسه الازهر الان، وعشان كده الازهر عايز تصحيح. شوف الشيء المشايخ اللي احنا تعلمنا منهم يقول لك اللي يقرا الكتاب لا ياخذ بركته الا عند اخر صفحه، يعني لازم تقرا عشان تاخد معلومه كامله، مفيش حاجه اسمها اقرا مقتطفات من الكتاب. عارف انا بتوع التبليغ بتوع ايه التكفير والهجر بتوع شكري مصطفى ده والناس بتوع زمان، انا كنت ساعتها طالب في كليه الطب ايام التنظيمات دي، كنت في سنه ثانيه وفي سنه ثالثه، ابص الاقي شويه ناس تقابلنا في المسجد بتاع الكليه، ما هو بينقوا مين؟ الناس المتدينين اللي بيصلوا في المساجد عشان ينشروا هذا الفكر، ينشروا منه، يجيب لي كراسه كده يقول لي على فكره المعلومات اللي في الكراسه دي قيمه جدا، اخد الكراسه. انا برضو ايه بستنشق على اي معلومه قيمه ده، انا يعني انا عايز حاجه قيمه، ياخد الكراسه دي يقول لي بس اجيبها لي بعد اسبوع، انت مين؟ يقول لي ما اجراش حاجه مش مهم، يعني ما اعرفش يقول لي حتى اسمه، لكن احنا نتقابل هنا بعد اسبوع في صلاه الظهر. حاضر.
ما هو احنا بنصلي في الجامع لكم الكليه كل يوم مسجد شيع اللي هو في باب القصر يعني اول ما تخش اخد الكراسه يقول لك افتح الجزء الثالث من الكتاب الفلاني من صفحه كذا لصفحه كذا والجزء الفلاني من جزء من صفحه كذا تبدا تقرا تلاقي نفسك بتقرا 10 صفحات من كل كتاب في الاخر يكون ليك فكر خطا لانك ما قريتش الكتاب كله تقوم تفهم ان من خلال الصفحات دي ان فكرهم ده هو ده الدين تقوم تجري وراه فلما لقينا الحكايه كده فربنا سبحانه وتعالى من رحمته بينا من رحمته بينا ده بفضل النبي علينا لان احنا طول عمرنا الحمد لله اتولدنا نرضى حب النبي من صغرنا كده ما كل الامه بتحبه لا ده حب يعني فوق عينينا فوق نفسنا فأم ربنا سبحانه وتعالى تولنا برحمته من قبل حبنا للنبي حسيت ان الحكايه دي ما تنفعش كده ان احنا نقرا لوحدي من غير ما اتعرف على المشايخ بعد لسه ان الطريقه دي الاسلوب ده ما ينفعش فرجعت لهم الكتب وبعدين قعدت افكر ازاي ناخد الدين بطريقه منضبطه عشان نفهم فقعدنا نسال مين علماء الوقت نقعد نسال بقى نسال لحد ما عرفنا مين علماء الوقت المسندين بدانا بقى نطلب العلم عليه عرفنا بقى خرجنا من الظلمات الى النور انما كل اللي مشي ورا هذا الفكر الغريب فهموا دين غلط اعرقوا دماء المسلمين بقوا يفجروا نفسهم في وسط اسواق المسلمين فهموا الجهاد ان هو قتل ما فهموش الجهاد في سبيل الله ده فهموا ان هو قتل وتخريب مش هو ده الدين بتاع ربنا فلازم تاخد المعلومه كامله وتاخدها من اللي فاهمين عشان تتعلم مظبوط عشان كده الازهريه اللي اكتفى بالشهاده يبدأ طول عمره جاهل زي بلاش الأزهري الطبيب اللي معاه بكالوريوس طب لو اكتفى بمعلومات البكالوريوس وعاش بها طول عمره يموت المرض لا هيعرف يشخص ولا هيعرف يعالج وكل مريض داخل عنده مفقود واللي خارج من عنده مولود لأنه جاهل هي الشهادة دي بتتيح ليك فرصة انك انت تطلع على الكتب وتعرف مين علماء وقتك ومن خلالها تلازمهم وتكمل علمك تقوم ساعتها تبقى راجل كويس عشان كده بعد البكالوريوس تلاقي يعمل ماجستير ويرابط في المستشفى يبقى طبيب مقيم ويمر مع الدكاتره الكبار المشاهير وابتدي يلقط بقى الصنعه ويلقط دقائق الفهم من مشايخ الصنعه انما لو اكتفى من غير مشايخ الصنعه ما ينفعش بلاش البنا حتى هات واحد كده بنا يقرا كيفيه بناء الجدار لكن لا شاف طوبة ولا شاف اسمنت ولا شاف عامل بيبني ده هو بس جايب كده كتاب في كيفية بناء الجدار حفظه وبعدين راح اشترى شوية طوب أول مرة يشوف الطوبة لما اشتراه وبعدين اشترى شوية اسمنت وجاب كتاب قبل نظيرة ازاي اطبخ الاسمنت واخد بالك وقعد يحط مش عارف ايه ويعمل ايه هيطلع يبني بناء مظبوطة ما دعك يا عمي مش هيعرف يبني مع انه حافظ الكتاب طيب ودي الجدع ده عند اللسطة اوف يشتغل ورا اللسطة اوفة اللي واخد اسنان البناء من اللسطة مقطف قبل واللسطة مقطف اللي قبل واخد اسنان البناء من اللسطة اسمنت الكبير واخدينه بالاسنان العملي يقعد معاه اسبوع بس يبقى مقاول كبير صح ولا لا للأسف احنا خدنا الدين بالطريقة بتاع الجدع ده جبنا الكتاب قريناه لوحدنا وقفلنا وحفظناه ولبسنا بقى الجلابية البيضة واغتسلنا وحطينا الطيب وحطينا السواك وغرينا الناس بالمظاهر وقفنا على المنابر الناس يقولك علماء وهم جهلة ما عرفوش حاجة هذه المصيبة اللي وقعنا فيه وده اللي بنعاني فيه الآن مش علوم الدين بس حتى علوم الدنيا لابد انك تاخدها بالأسانيد هات محامي متخرج من كلية حقوق معاه ليسانس حقوق ينفع يترافع في قضية لابد يشتغل في مكتب محاماة من المشاهير ويقعد يشتغل فيه قد 5 سنين وعشر سنين وعشرين سنة وبعد كده يروح عامل مكتب باسمه يبقى راجل نجم من النجوم لأنه خد خبرات بقى خبرات السابقين أي واحد في مهنته كده حتى لو بقال عايز يبيع جبنة لازم يشتغل مع بقال قديم يعرف منين يجيبوا الجبنه الكويسه وازاي يقطعها وازاي يحفظها
وازاي يوزنها وازاي مش كل دي عمليه. يوم ساعتها ما يفتح محل اجبان والبان يكسب. انما هات واحد كده بقى ملوش في الصنع ولا اشتغل صبي عند بقال وعنده مكان فاضي ولا كان هفتح محل بقاله، يفتح محل بقاله يوم واثنين وشهر وثلاثة بيخسر وفي الاخر يروح قفل. مش ده اللي بيحصل، لانه ما خدش العلم من السكه المنضبطه. كل واحد لازم ياخد العلم من السكه. بلاش بهانه قبل ما تتجوز لازم تقعد مع امها حلاوتهم تعلمها ازاي تطبخ، والا هتروح تحرق الاكل في بيت جوزها وفي الاخر جوزها يغاظ منها وفي الاخر يطلقها. ولا روحي عند مامتك، مش هيقول لها روحي عند امك اصل جوزها راجل مؤدب، لا روحي لو سمحتي عند مامتك لان مامتها ما علمتهاش. حتى الطبيخ ان ما كنتش تاخده باسنادك بالاسناد عن ايه، عن فلانه عن فلانه، اللي هو يسموه النفس. الناس اللي عم يقول لك النفس دي نفسها حلو، ليه نفسها حلو؟ عشان تعلمت من امها التكات بتاعتها وبعدين اضافت خبراتها كمان وممارستها فبقت تعمل لك الاكل ومفيش احلى منها. صح ولا لا؟ اي حاجه في الدنيا عايزه كده، انك تمارسها عن طريق من مارسها، انما لوحدك كده ما ينفعش. بيعملوا كده في الدين. ايه رايك المصيبه اللي احنا واقعين فيها؟ عشان كده كان مشايخنا يقول لنا ما تيجي تروح لاي شيخ لازم تسال مين مشايخه ومين اللي اجازه وقرا ايه على مين الاول، اللي هو السي في بتاعه. لقيت السي في بتاعه بقى الوسيله الذاتيه كوريكولوم مش عارف فايل مش كده برضه، اللي هي سي في اللي هي سيره ذاتيه. السيرة الذاتية دي اللي يعرف ايه مين مشايخه، هي دي السيرة الذاتية. ايه خبراته ومن اجازه وما هي مهاراته، لازم الاول اعرفه. مش ان انا اتغرب العمة البيضة الحلوة وانه هو حاطط يا سلام شميت ريحته مسك جميل، يعني معناه ان علمه كمان مسك مش كده، يعني ما تغركش المزار. لا، ويعملوا قنوات فضائية ويغروا الناس بالدهون الكبيرة البيضاء ويقول لك أصله علامة وهو أصلا لا يصلح يبقى تلميذ علم. يعني هو وصل لمرحلة لا يصلح حتى أنه يبقى طالب علم مش أنه يبقى معلم. فدي مصيبة، فدي مؤامرة على ديننا على فكرة، مؤامرة على ديننا. وهذه المؤامرة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يصعد على المنابر الرويبضات. ومن الرويبضة الذي تظن أنه عالم وهو فارغ فيفتو بغير علم فيضل ويضل، سماه النبي رويبضات. على كده حكاية السلفيين طبعا دي برضو نفس ما هو دي ما لهمش أسانيد. كل السلفية دول أصلا مين أسانيدهم؟ مين مشايخهم؟ هم ما لهمش اسناد حتى متصل بابن تيميه. ابن تيميه نفسه ما لهوش اسناد لرسول الله، اعتمد على عقله. مين مشايخه؟ لا اسناد له، هو اعتمد على ذكائه وعقله وسعه اطلاعه ثم ابتدى يقول افكار وهم تشربوا هذا منهم. وبعد كده لما عرفوا الحكايه دي بقوا يجوا الوقت يعرفوا لما المشايخ المسندين يقابلوا عشان ياخد منه اجازه وتنوا ماشي بالمصافحه كده. طب ما انت برضه فهمك اعوج. وعلى شكل اسناد الدرايه اهم من اسناد الروايه. طب انا ممكن اجيزك في الكتاب ده كله اجازه بركه، لكن انا شرحت لك كل كلمه لا ما تنفعش. فاجازه الروايه لا تعني اجازه الدرايه. فمن اخذ اجازه روايه غير مجاز انه يقرا فقط بدون تعليق. لو حد وقفه قال له يعني ايه الكلام ده؟ يقول له والله انا اقراها لك بس تصحح العباره، عايز معناها روح للشيخ. امال انت ايه؟ انا مصحح للعباره، ادي اجازه الروايه. يصحح عباره الكتاب، لحسن يكون في خطا مطبعي، في نقطه قبل نقطه. الشيخ بدر الدين مثلا، محمد بدر الدين، محمد عبد الرحيم بدر الدين، يحكي قصه لطيفه كده فيها نوع من المبالغه لكنها لطيفه، فيها عبره. يقول لك اللي يقرا من الكتاب وهو غير مصحح ممكن يطلع علم غريب الشكل. يقول لك واحد كان يروح يصلي في ايده قفه فيها سكينه وفار. كويس؟
دي نقلا عنه يعني. فقالوا له انت ليه بتعمل كده وانت كل صلاة جايب قرفة فيها سكينة وفار كل صلاة؟ قال له مسلكوا جهلة، بتعرفش انها السنة ان الواحد ما يجي يصلي يأتيها بسكين بقفة وسكينة وفار؟ يا جهلة، اهو الكتاب اهو، ويأتي الى الصلاة بسكينة وقفة وفار. أمي الشيخ قال له هات يا ابني الكتاب بتاعك. يا ابني يأتي بسكينة وفقه ووقار. فهمت بقى؟ هو أرى سكينة سكينة وفقه من المطبعة حتى القف قبل الفئة وقفة ويا وفقه، وبعدين ووقار أراها وفار، لأن المطبعة شطبت نقطة. ادي ميزه روايه ايه؟ اسناد الروايه. اسناد الروايه ان يصحح لك العباره، تيجي تقرا في خطا مطبعي سطر قبل سطر، سقط في الحته دي جمله، يروح قايل لك السقط. ادي الروايه ايه؟ اسناد الروايه. في ناس بقى لما ياخد اسناد الروايه يعتبره انه اسناد درايه، يقوم يقرا الكتاب ويقعد يعلق للناس. ما تعلقش يا استاذ، من الذي اسندك في الدرايه اي في البلاغ والشرح والتربيه؟ هي دي النقطه. انت بس راجل مصحح، يعني ايه؟ قريت على الشيخ البخاري صحيح البخاري دون ان يعلق الشيخ، بس بتقرا، فكل ما تقرا كلمه خطا تصححها لك، كل ما تقرا عباره مش عارف ايه صححها لك، لكن ما بيعلمكش الفقه ولا فهم العباره، ده بيعلمك بس ازاي تقرا والعبارة كده. ويقول لك يا ابني احنا اجزناك، بلغ هذا الكتاب. معناه ايه؟ انك انت تمسك الكتاب ده تصحح العبارة على الناس، ويمسكوا الكتاب وراك بدون تعليق. واذا سئلت عن تعليق تقول اذهبوا الى الشيخ. امال انت ايه؟ انا مصحح للعبارة، انا راوي. ادي الفرق بين الراوي والفقيه. يبقى في واحد راوي والتاني فقيه، كالفرق بين الصيدلي والطبيب. الصيدلي ناولك الدواء ويكتب لك عليه ده 3 مرات في اليوم، ده كل 6 ساعات، ده قبل الاكل مش كده برضه؟ ويناول لك الدواء. طب ومين اللي اختار لك الدواء؟ الطبيب، هو اللي شخص وهو اللي عرف ده ايه والدواء ده وتاخده مده قد ايه. يبقى الفقيه طبيب والراوي صيدلي. محتاجين الصيدلي زي احنا محتاجين الطبيب على فكرة، بس نزعل قوي لما الصيدلي يشتغل طبيب، نزعل قوي، نقول له ليه انت تشتغل طبيب؟ دي مش شغلتك. احنا محتاجين الراوي زي ما احنا محتاجين الفقيه. احنا مش بنسفه الراوي، لا بالعكس، احنا محتاجينه لضبط العبارة. فضباط العبارة دول مطلوبين برضه، لكن عيب بقى انك انت راجل ضابط للعبارة تقوم تظهر امام الناس في صورة الفقيه، ما ينفعش. المفروض ان يكون لكل كتاب اسناد ولا؟ هو المفروض الامة اعتادت هذا، اعتادت هذا ان يبقى ليها اسناد لكل كتاب كويس، ويبحث بعد سنين من الايه من ملازمة العلماء بينضبط فكرك وفهمك، والعالم الشيخ يعرف مين اللي انضبط فهمه، يقوم يجيزك في باقي الكتب دون ان يقراها معك، لانه خلاص عرف انك انت فهمك انضبط. زي الوقت واحد خد دكتوراه في الجراحه، الدكتوراه من الجراحه دي اللي بياخدها مين اللي بيجيزه فيها؟ مشايخ الجراحه الكبار. ده كان في امتحان الدكتوراه بتاعنا الشفوي يجي لنا 12 دكتور كلهم على المعاشات اساتذه شغالين جراحه، الواحد فيهم بقاله 40 سنه جراح واستاذ، يقفوا ال 12 كده ولا مش عارف ايه و 18 ويقعدوا الدكتور اللي هيجيزوه ويدوا له دكتوراه يقعدوا في الوسط ويشقطوا لبعض بقى في الاسئله. وبعدين في الاخر لما يلاقوه تمام يسقطوه. اه والله يسقطوه، يقولوا له مبروك يا ابني، بس ان شاء الله مسيرك هتنجح ان شاء الله، بس لسه مش الوقت. طب ليه يا جماعه؟ ليه كمان مش يقول لك اصل انت لسه سنك صغير، فلو خدت الشهاده دلوقتي هتتجرا على الناس لما تبقى رزين شويه. تعال لنا بعد 6 شهور، تروح لهم بعد 6 شهور،
يقول لك يا سلام انت كويس جدا بس برضه ساقط. والله ده اللي بيحصل. ففي احد الدكتوراه في المره ال 12 والمره السادسه والمره مش عارف ال 22 حاجات كده. ليه؟ لان هو عايز مش انك تبقى حافظ المعلومه وفاهمها، لا، يبقى عندك كمان الحكمه متى تنفذها وفي اي وقت. فالشاب بيبقى عنده المعلومه وما عندوش الحكمه، فيقوم يحط العمليه في العيان اللي ما يستحملهاش يقوم يموته. هو عارف العمليه كويس، يعرف يعملها ميكانيكي، لكن البني ادم اللي قدامك ده قلبه تعبان، الكليه بتاعته نص نص، لو عملت فيه العمليه دي هتموته ان شاء الله وتكبر عليه اربع، ما ينفعش. مع ان العمليه صح، بس ايه، الارض دي مش خصبه ليها. مين اللي يعرف يميز؟ الحكيم بقى اللي عنده حكمه، فهمت؟ فالمهم يجيزوه بعد بقى ما يحس ان هو يعني انا خدتها سادس مره من القصر ليه، وهم باعترافهم قالوا لي انت ناجح ثلاث مرات من السته، بس ادوهاني امتى؟ لما اخر مره لقوني شبت. اه والله، حتى الدكتور كمال الدين حسين رحمه الله قال لي ايه ده؟ ايه يا يوسف كده انت شبت ليه كده؟ قلت له اللي بيتعمل فيا يا بيه. فقعد يضحك. المره دي لما شافوا الشيبه لقيت نفسي نجحت، بص النتيجه لقيت نجحت. يعني اعتبروا ان الشيبه دي نوع من الحكمه اللي بيه، هو خايف يطلقك على العيان وانت عندك المعلومه وما عندكش الحكمه. انا فهمت دي وادركتها لما كبرت، لان انا الاول كنت متضايق منهم، ليه ادام انا ناجح وعارف كل حاجه ليه سقطني، ليه عطلني، ليه مش عارف ايه. بس عمري الحمد لله، لان مشايخي يقولوا لي عمرك ما تدعي على مسلم، فانا عمري ما دعيت عليهم ابدا. لكن ما كنتش عارف ليه هما بيعملوا كده. لما ابتديت امارس المهنه وابتديت الاقي نفسي كل ما بتقدم في السن نظرتي للمرض وللمريض بتختلف، قلت اه والله ليهم حق. لو اطلقوا الناس وهم لسه شباب كده، على ما يوصل للمرحله دي هيكون موت له 200 300 عيان، على ما يوصل للحكمه دي. فهم خايفين. فالاجازه دي، الاجازه دي بقى ساعتها لما يجيزك معناه ايه؟ معناه حتى لو طلعت عمليه جديده وهو مات اعملها. شفت ليه بقى؟ لانه هو عرف انك انت اوتيت الحكمه واوتيت العلم وعندك الخبره وهتعرف تختار الحاجه المناسبه في الوقت المناسب بالطريقه المناسبه. فهمت بقى ازاي؟ ادي الطريق، هو دي كل علوم الدنيا على فكره بتتورث بالطريقه دي. كل علوم الدنيا، مش علوم الشرع بس، كل علوم الدنيا. جم الوهابيه خلوا علوم الدين بطريقه مختلفه عما تعارف عليه الناس جميعا، وهو الاعتماد على العقل والحفظ وتحصيل الكتاب وقراءته منفردا، واخد بالك، فقط. يقوم يبهرك الشيخ قاعد ما شاء الله حافظ اشعار، يقول حافظ قران ما يغلطش، حافظ احاديث يا سلام برابانت ولا جوجل، تقول له المعلومه تدوس على الزرار بتاع الشيخ سيرش تطلع لك. يقوم يبهروا الناس بكثرة المعلومات وعدم التردد، وهو ليس عنده فهم، عامل زي آلة التلفزيون الكمبيوتر كده، تدوس على مش عارف الزرار يجي لك المعلومات فوق بعضها. طب ازاي اركب المعلومة دي على الحادثة بقى؟ دي عايزة بقى النقلة دي بقى، ما عندوش هذه النقلة، ليست عنده. فهو سأصبح ظن أن علوم الدين ما هي إلا تحصيل المعلومة وحفظها وإتقانها وتبلغها، والمعلومة اللي بياخدها بياخدها من القرون الأولى التي تغيرت مئات المرات، قرون أخرى جاءت ومش عارف يطبقها على الواقع المعاصر، فأصبح معزول عن الواقع المعاصر. فبيكلمني بطريقة تفكير الفقيه اللي كان في القرن الثاني الهجري والثالث الهجري والرابع الهجري. طب والفقيه اللي هو في القرن الحادي والعشرين والاثنين وعشرين يروح فين يا استاذ؟ المعاملات الماليه اختلفت، والاوراق الماليه اختلفت مئات المرات، والعقود اختلفت مئات المرات، واصبحت الحياه غير الحياه، وتيره الحياه غير الوتير، ما تعرفش. لازم ينقل النقله دي بقى. النقله دي مين اللي يديها لك؟ الشيخ بخبراته. فلو ما قعدش عند الشيخ بخبراته، وده علشان كده المشكله ان كثير منهم بيعارضوا مفتي الجمهوريه الدكتور علي جمهور،
ليه؟ لان الدكتور علي جمعة عنده النقلة دي، ازاي ينقل الفهم الصحيح، الفهم الصحيح للدين مع تغير الواقع وادراك الزمان. هم عندهم فهم للدين قديم وغير ادراك للزمان، فيلاقوا ان فهمهم وفتاويهم مخالفة لفتوة اللي مدرك لزمانه والعليم بشانه، يوم يبتدي يقول لك ايه ده بتاع سلطة عام، ده مش عارف ايه، ويحذروا منه بسبب سوء التفاهم ده، في حين انه هو لو ابتدى يحصل العلم بالطريقة المنضبطة والفهم، ثم بعد ذلك انتقل الى علمه بزمانه وتغير الاحوال، ثم طبق هذا العلم على الاحوال المتغيرة، لاختار اختيار هذا الشيخ اللي هو بيعارضه الان. وكتير منهم على فكرة ربنا تابع عليهم كانوا معارضين، لما ابتدوا يخشوا في العلم بالطريقة المنضبطة بقوا بعد كده من تلامذة الدكتور علي جمعة ويمشوا وراه وياخدوا رأيه، لما ربنا تابع عليهم من ايه، من الكبر الاول وعدم ادراكهم للواقع وحفظهم للمعلومات القديمة دون ادراكهم للتغير المعاصر. كل المشاكل دي كانت بتعمل معاهم مشكلة، لأنه لم يأتي النبي، علشان كده بيقول لك ومثل ذلك إزار كان في عصر الشيخ أبي جمرة في القرن السابع الهجري، الناس كانت بعد الصلاة يخلصوا الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، يوم يقعدوا يجتمعوا ويقفوا كده يدعوا جماعة، قال لك ومثل ذلك اجتماع للدعاء بعد الصلوات جهرا، فهذا لم يكن في العصر الأول. مش عاجباه الحكاية دي، لما أصبحت عنده أيامه شعيرة مشهورة في المساجد، فهمت؟ مش عاجباه، مع انها كانت بعد الصلاة، فما بالك الوقت اللي بيدعي جوه الصلاة ساعة وساعة ونص، كان هيعمل ايه فيهم؟ فدي مشكلة، لأنه ولا فبيقول ايه؟ ومثل ذلك اجتماع الناس للدعاء بعد الصلوات، فهذا وما أشبهه من البدع، لأنه لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعده من الصحابة والتابعين فعل ذلك، ويترتب على تقصيرها من غير عذر، تقصير الصلاة يعني من غير عذر، أنه جائز، وأن الأفضل ما كان يداوم هو صلى الله عليه وسلم عليه ومن بعده من السلف الصالح. والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خير.